وصفة الكركم للقضاء على الالتهابات. يستخدم الكركم منذ مئات السنوات في الطب الصيني والهندي القديم، نظرا لفوائده المذهلة والذي تم التعرف على كثير منها في هذا العصر. والعلاج به يدخل ضمن طب الأعشاب، وقد تم إجراء أكثر من 7000 دراسة حول فعالية الكركم، وتحديدا حول مادة الكركمين، وهي أحد مكونات الكركم. والفوائد المضادة للالتهاب للكركم معروفة جدا، وغالبا ما ينصح به من قبل الممارسين في مجال الصحة. ويستخدم الكركم أيضا لعلاج الكثير من الحالات الصحية، وقد استخدم قديما في علاج الاكتئاب وعسر الهضم وانتفاخ البطن والتهاب المفاصل وقرحة المعدة واليرقان واضطرابات الكبد وفي شفاء الجروح وتسكين الآلام. ونقدم لكم اليوم في هذا الفيديو كيفية تحقيق أقصى استفادة من مادة الكركمين الموجودة في الكركم. فيحتوي الكركم على عناصر غذائية لا غنى عنها، تتمثل في البروتين، الألياف الغذائية والنياسين، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين كي، والعديد من المعادن مثل الصوديوم، البوتاسيوم والكالسيوم، النحاس والحديد، المغنيسيوم والزنك. ولربما بسبب كل هذه العوامل غالبا ما يستخدم الكركم لعلاج كل هذه المشاكل الصحية والأمراض التي ذكرنا. ويعتبر الكركم مضادا قويا للالتهابات، وخاصة التهابات المفاصل، حيث أنه يحتوي على مضادات أكسدة ومواد مضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات. وبسبب خصائصه المضادة للالتهابات فقد امتلك الفوائد التالية: قد يساعد في علاج الصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية الالتهابية. يعتبر علاجا طبيعيا لالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أن يساعد على التقليل من الالتهابات المرتبطة بالربو. فعند إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لكوب من الحليب الدافئ وشرب هذا الخليط، يعتبر وسيلة منزلية فعالة في علاج الربو. مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا باعتباره مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات، يجعله فعالا في مقاومة السعال، نزلات البرد والإنفلونزا. يساعد على تحفيز جهاز المناعة في الجسم. يساعد في التئام الجروح والحروق وإعادة تشكيل الجلد التالف. ويمكن استخدامه بوصفة مطهر طبيعي فعال. بهذا يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لكوب من الحليب الدافئ وشربه قبل الذهاب للفراش للمنع والوقاية من أي التهابات. كذلك فإن الكركم مفيد لصحة الكبد ويعزز من إزالة السموم من الجسم، ويساعد في وصفات الرجيم وإنقاص الوزن، ويساعد في محاربة الزهايمر، ويساعد في السيطرة على السكر لدى مرضى السكري. كما ويقلل الكركم من الكوليسترول الضار في الدم. وللاستفادة من الكركم يمكن إضافته إلى أطباق الكاري والحساء والخضروات، ولكنه أكثر فائدة حين يتم تناوله على شكل مركز. فمن أجل تخفيف الالتهاب الحاد يمكنك إضافة بضع ملاعق من الكركم في نصف كوب من الماء وشرب المزيج. أيضا فإن كرات الكركم بالعسل هي طريقة ممتازة وفعالة لتحقيق الاستفادة القصوى وتخفيف طعم الكركم المر، فهي تحتوي على مركبين يعززان الخصائص المضادة للالتهاب للكركم. ويمكن زيادة فعالية الكركم، ونخص بالذكر مادة الكركمين الموجودة في الكركم عن طريق الجمع بينه وبين مكونات أخرى تعزز فائدته. وتحتوي كرات الكركم الصغيرة على مواد هامة جدا لفعالية الكركمين، وتتمثل في الفلفل الأسود، ويحتوي على البيبرين، وهو قلويد مستخرج من ثمار الفلفل الأسود، والذي يزيد قابلية الاستفادة من الكركمين بنسبة 150%. الكيرسيتينين وهو بيوفلافونويد يجمد أحد الأنزيمات الذي يقلل نشاط الكركمين. الأحماض الدهنية التي تعمل كالبيبرين على زيادة قابلية الاستفادة من الكركمين. والآن كيف نقوم بعمل وصفة كرات الكركم؟ مكونات الوصفة: 3 أكواب من الكركم العضوي المطحون، ملعقة كبيرة من مسحوق الكيرسيتين ما يعادل حوالي 10 كبسولات مفرغة، زيت جوز الهند أو زيت السمن أو العسل، ورق برشمان، نسبة بمقدار ملء الكف من الفلفل الأسود المطحون ناعما. وطريقة عمل الوصفة كالتالي: ضع القليل من ورق البرشمان على صينية الخبز، ثم اتركها في الثلاجة لوضع ورق الكعك فيها لبضع ساعات حين تصبح كرات الكركم جاهزة.
ارتدي المئزر لأنه يصعب إزالة بقع مسحوق الكركم إذا علقت. خذ 3 ملاعق كبيرة من العسل أو زيت جوز الهند أو زيت السمن. إذا كان العسل الخام سميكا أذبه في مقلاة على نار خفيفة جدا إلى أن يصبح سائلا. افعل الشيء نفسه مع زيت جوز الهند أو زيت السمن. أضف الكركم والكرسيتين والفلفل وقم بخلط المكونات. إذا كنت قد قمت باستخدام العسل فمن المفترض أن تحصل على عجينة سميكة ولكنها لينة. خذ قطعة من العجينة ولفها بين أصابعك وضعها على صينية. أما إذا استخدمت زيت جوز الهند ستحصل على مزيج سميك. استخدم ملعقة لصنع كرات صغيرة على ورق الخبز. جمد الكرات لكي تصبح متماسكة ثم احتفظ بها في علب بالثلاجة. إذا كنت قد قمت باستخدام زيت جوز الهند أو زيت السمن في الوصفة التي اتبعنا فينبغي لك أن تنتبه لعدم تناولها بكمية كبيرة لأن الدهون التي تحتويها الوصفة قد تزعج المعدة. لذلك يفضل لك أن تتناول تلك التي تحتوي على العسل لأن السكر غير المكرر غني بالأنزيمات المفيدة. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.